أسامت الكنيسة الأرثوذكسية الراهب المتوحد سلوان حنونة شماسا إنجيليا جديدا، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بعمان. وتوجه سيادته للشماس الجديد قائلا: إن محبة الآب السماوي تدعوك لتدخل إلى قدس الأقداس لتخدم كشماس في الكنيسة، وتذكر أن تكون متواضعاً وخادماً أميناً للمسيح والكنيسة، وأن تهتم بصلواتك اليومية وتتعلم الخدمة الليتورجية استعداداً للخدمة الكهنوتية. وفي الختام هنأ سيادته ذوي الشماس الجديد وعائلته على هذه النعمة الكبيرة. وبعد انتهاء القداس تقبل الشماس سلوان التهاني من الحضور. عاون في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الشماس الجديد ومعارفه وأبناء الرعية. اعرف دائما إنه في الكنيسة في محبة، وهاي المحبة هي محبة الله اللي بتغمرنا كلنا. هاي المحبة اللي بتخلينا إنه نقيم القداس الإلهي اللي الملائكة بتشتهي إنها تقيمه. وانت من بعد لحظات قليلة رح تدخل لقدس الأقداس حتى تصبح شماس في خدمة الكنيسة. رح تعاين اللي الملائكة بتشتهي انها تشوفه. عشان هيك اشكر ربنا دائما لكل شيء اعطاك اياه في حياتك، واهتم بخلاص نفسك، واهتم بحياتك الأبدية اللي أنت مسؤول أمام الله عليها، لأنه هاي هي الأهمية والمهم. إنه لما نغادر هاي الحياة ونقف أمام المنبر الإلهي يكون لنا جواب حسن لدى منبر المسيح المرهوب. عشان هيك يا ابني يا سلوان، محبة كل الآباء الملتفين حواليك بهاي اللحظات اللي جاؤوا من مناطق عديدة من المملكة واللي ما تمكنوا من يجوا من المجيء، وعلى رأسهم بركة أبينا صاحب الغبطة وأباء المجمع المقدس وأخوية القبر المقدس وكل إكليروس بطريركيتنا المقدسية، برافقك بهاي اللحظات بالصلاة من أجل عنصرتك الحقيقية إنها تكون عنصرة مليئة بالبركة والنعمة الإلهية اللي فيها تجعلك خادم مستحق لكنيسة المسيح.